مرحبا برج الميزان، هذه قراءتك العامة. راح نلقي فيها نظرة على وضعك المالي الصحي العاطفي، وأي أخبار أنت منتظرها أو متوقع قدومها في هذا الشهر. وأول كرتين راح يكونون تبع الطاقة العامة. عندك ملكة الأكواب وثلاثة الأغصان. أول رسالة أسمعها لك هي حافظ على هدوءك الداخلي، لأن هدوءك الداخلي اللي بالعادة أنت تمتلكه يا برج الميزان هو سبب لتخطي أي عقبات أمامك. إذا كنت تمر حاليا بفترة صعبة، عندك شوية ضغوط في العمل أو في الجامعة في الوظيفة، امتحانات مثلا، كثرة المسؤوليات، هدوءك الداخلي هو اللي راح يخليك تنجح في هاي الفترة في هاي المهمات بسلام وتكملها على أفضل وجه. أنت حاليا مقبل على إنجاح أشياء جدا مهمة في حياتك، احتمال أنك تحاول تتخرج من الجامعة، عندك وظيفة معينة يجب أن تنجزها، ولكن التاري يخبرك أن فعلا كل هاي الأمور لا تخليها تضغطك، لأن كلها راح تستطيع تنجزها عندما أنت تكون متوازن مع نفسك من الداخل وهادئ. لأن أيضا عندك ثلاثة الأغصان وهو كرت انتظار شيء معين يأتي إليك. احتمال أنك في هاي الفترة تمر نوع من الامتحانات أو تمر بنوع من الاختبار، وأيضا في تقييم، في أحد قاعد يقيمك إما في الوظيفة أو حق ارتباط أو حق، فالتاري يخبرك أن كن على طبيعتك. أنت بالعادة يا برج الميزان هادئ ومتزن، ودائما كفتين الميزان عندك متعادلة ومتوازنة، فكن على طبيعتك، حافظ على هاي الطبيعة، لأن أرى أنه راح تأتيك. راح يكون عندك ثلاث أغصان، راح تكون عندك كذا أمر يشغل بالك في هاي الشهر، احتمال دراسة مع امتحانات مع وظيفة أو ارتباط مع كذا أمر مجتمع معاه، مثلا عندك مهمات لازم تنجزها في البيت وخارج البيت، فراح تجتمع عليك الأمور إن كذا شغلة في نفس الوقت راح تتطلب اهتمامك، راح تتطلب تركيزك الكامل في هاي الوقت. وأيضا الطاقة لدينا نارية، يعني انجز العمل، كل هاي الأعمال انجزها، حاول قدر ما تستطيع بسرعة. انتقل من طاقة المياه الهادئة اللي هي في داخلك، ولكن انجز هاي الأعمال بسرعة، لأن كلها راح تأتيك في نفس الوقت وتكون مجتمع عندك. على الصعيد المالي يا برج الميزان، أرى أنك لحد الآن حققت لنفسك حياة متزنة وشيء من الإنجاز أو التوفير، أنت موفر لنفسك شيء معين. عندك تسعة الأغصان وهو كارت أن أثبت في مكانك، دافع عن نفسك، دافع عن اللي حققته لحد الآن، دافع عن ما أنجزته، لا تستسلم، كارت عدم الاستسلام، لأن باقي لك غصن واحد وتنتهي المهمة. فبغض النظر أنت ماذا تمر فيه في الفترة الحالية، قاعد تأدي ديون أو قاعد بالعكس توفر الأموال، التاري يخبرك أن دافع وكن محافظ على أموالك، لا مثل ما يقولون لا تقلل تقدير الذي حققته لحد الآن ودافع عنه، لأن احتمال راح يكون في أشخاص. هذا كرتك أنت يا برج الميزان، كرت هوائي ملكة السيوف، وأيضا احتمال يكون برج هوائي آخر أو أشخاص آخرين، لأن في كذا شخص عندنا في الكواليس راح يحاولون أن يأتون ويطلبون منك المال، احتمال الدلو، الجوزاء، أو شخص ثاني راح يأتي ويطلب منك الأموال، إن كان دين وإن كان عطاء. فأنت يجب عليك أن تقيم الوضع، هل فعلا تستطيع أن تعطي هاي الأشخاص الأموال أو اللي يطلبونه بدون أن تعرض استقرارك المالي للخطر أو تزعزعه مثلا. وأيضا قيم أي شخص يأتي في هاي الشهر إليك ويطلب منك المال، كن حريص على أموالك. بالمختصر ألاحظ أن في كذا شخص راح يأتي منك
ويطلب منك ان انت مثلا تدفع عنه او انت اللي تؤدي عنه الدين، راح تكون دائما انت المطالب بان تدفع هاي الشهر. فكن حذر وكن حريص، اعرف متى تعطي ولمن تعطي اذا كان الموقف يستاهل انك تدفع. انت حققت لنفسك بانجازاتك الخاصة شيء جدا جميل، اشوف ان عندك يعني توفير من فترة قاعد توفر، وكنت جدا صبور مع نفسك من اجل ان تجمع هاي القدر من المال. كنت حبة حبة قاعد تضع الاموال على جانب من اجل شيء معين في بالك، او من اجل الايام السوداء، او من اجل نفسك قاعد توفر الاموال. فالتاري يخبرك ان عندك ملكة السيوف. انت لازم فعلا تقيم كل شخص يأتي ويطلب منك ان انت تدفع، او كل موقف، مش حتى شخص، كل موقف يطالبك ان انت اللي تدفع، انت اللي تقوم بالمهمة، انت اللي تأخذ القيادة في الاموال. قيم الوضع قبل ان تدفع، قبل ان تعطي، هل هذا الوضع مستاهل؟ احتمال في اشخاص معينين في حياتك. التارو ايضا لديه رسالة خاصة لك بهاي الشأن، ان في اشخاص معينين عندما يدرون ان انت جمعت او لديك قدر معين من الاموال راح يحاولون ان يدخلون ويطلبون منك جزء منها، مش لانهم محتاجين، فقط لانهم سمعوا ان لديك مبلغ معين من المال وان كان بسيط. هؤلاء اشخاص في الكواليس او موجودين في محيطك، من النوع اللي يسحبون الأموال من أي شخص وأي موقف قدر المستطاع، مثل المكنسة يكنسون الأموال بغض النظر هم محتاجين أو لا، هم عندهم تدبير مالي صحيح أو لا، طبيعتهم هكذا. فاحذر منهم، خليك جدا قوي، عندك طاقة النار وأيضا طاقة العقل والمنطق السيوف، وهي طاقتك العادية يا برج الميزان. لا تسمح لأي أحد، وحاول أن أيضا تكون متستر، لا تخلي كل الناس تعرف أن لديك هاي القدر من الأموال. حاول أن هذا الشيء يكون شوية في الخفاء، لأن عندنا شيء في الخفاء. حافظ على نجاحاتك أو توفيرك في الخفاء، يعني لا تمشي وتقول أو تسمح حتى للآخرين أن يكررون أن أنت عندك هاي المبلغ المالي، لأنه راح يجذب لك الأشخاص الخاطئين اللي راح يحاولون يستولون على هاي الأموال، وإن كان بطريقة مباشرة وإن كان بطريقة بدي أتدين منك مثلا. الكثير من الأشخاص اللي يتدينون ما يرجعون الأموال، وإذا بيرجعونها راح يكلفك أن ينشف ريقك. أنت غني عن هاي الأشخاص وهاي الموقف، احمي نفسك. أنت الآن في وضع ما في أحد سيحميك فيه إلا نفسك، لأن أنت الذي لديك السيف وهذه هي طاقتك. على السعيد الصحي يا برج الميزان، أرى أن صحتك جدا جيدة هاي الأيام، عندك 6 الخماسيات وعندك أيضا معها 10 الأكواب. أنت سعيد مع نفسك، متصالح مع جسمك، ما عندك الكثير من الطلبات، وهي طبيعتك أصلا، ما عندك الكثير من الأمور اللي شاغلة بالك من ناحية الصحة. ولكن التاري يخبرك أن تكون معتني بنفسك بشكل أفضل الفترة القادمة. إذا كان في أي شيء يسبب لك صداع، مثل السهر، مثل أكلات معينة مليئة بالأملاح، مثل قلة الحركة أيضا، ألاحظ أن أنت جدا دائما تكون جالس، إن كان في عملك وإن كان في المنزل دائما جالس. حاول أن تتحرك أكثر، تحرك الدم في جسمك، لأن مجرد الحركة راح تقضي على أي شيء له علاقة بالصداع اللي احتمال أنت تعاني منه. احتمال بعضكم يعانون من الصداع المزمن، أو الصداع اللي يأتيك في أوقات معينة بسبب معين. أنت عارف من الكارتات اللي أفهمها، أنت عارف شنو اللي يسبب لك الصداع، أنت عارف شنو اللي يزيد عندك الضغط، يزيد عندك السكري. فحافظ على نفسك، أنت في مرحلة الآن تعرف جسمك، تعرف ما تحتاجه، عليك أن تكون أكثر عناية بجسدك. على الصعيد العاطفي، عندك الخماسيين، وعندك من هالخماسيين أنت كنت غير واثق
من شخص معين أو علاقة معينة موجودة في حياتك. احتمالات عندك أشخاص في حياتك عبارة عن خيارات أو احتمالات، ولكن لحد الآن ما في شيء ثابت معهم. ولكن في هاي الشهر رح يأتيك خبر عن أحد منهم أو أحد لم تتوقعه حتى، يعني أنت مشغول بأمور ثانية، احتمال مالية، في الدراسة، في العمل، ولكن رح يأتيك خبر. عندنا الغصن الواحد وهو أقوى غصن لأن البداية. رح تكتشف شيء عن شخص معين، احتمال شخص حتى مش على بالك أو شخص لم تتوقع أن يصارحك بمشاعره. هذا الشخص رح تكتشف ورح تستغرب أيضا من مدى عمق مشاعره باتجاهك. رح تستغرب أنه كان يلاحظك لما أنت كنت مشغول بأمور ثانية. هذا الشخص كانت عينه عليك في الوقت اللي أنت كنت مشغول تركز على أشياء ثانية، أصلا أنت ما كنت ملاحظ وجود هذا الشخص أو مش معطيه الاهتمام الكامل. فاحتمال يا هو بشكل مباشر أو أحد من طرفك من محيطك راح يوصل لك أخبار عن هذا الشخص، أن هذا الشخص يحبك، يراقبك من فترة، معجب جدا فيك، طاقة إعجاب، طاقة الإعجاب الكبير اللي ينتظر منك فقط القبول أو الموافقة عشان الأمور تنتقل بينكم للمستوى الثاني. عندك في الأخبار المتوقعة كرت العاشقين وهو كرت برج الجوزاء، طاقة أيضا هوائية، وعندك 9 الأكواب. احتمال يأتيك خبر أو اقتراح أو عرض زواج يؤدي بك إلى الارتباط في وقت غير متوقع. راح تروح من مرحلة عدم التأكد أو عدم المعرفة في الخماسيين إلى مرحلة الارتباط الكامل، يعني راح تكون عندك نقلة سريعة مع هذا الشخص بهذا الشكل. وأيضا لديك 9 الأكواب، راح تكون جدا سعيد. اللي قاعد أشوفه لك يا برج الميزان، أنت مشغول في أمور معينة، شايل هموم، دراسة، امتحانات، بزنس، الأهل، المسؤوليات. في عز انشغالك في الوقت اللي لم تتوقعه راح يأتيك هذا الشخص، ولكن لا أتوقع أنه سيأتيك بشكل مباشر لأنه هو أرسل إليك الغصن. فراح يأتيك عرض كبير أو شخص من طرف هذا الشخص أو شخص من طرفك أنت، وراح يخبرك، وكأنما بالنسبة لك راح يكون كأنه اكتشاف علمي، يعني شيء لم يطر على بالك. راح تكون عندك مثل لحظة المصباح اللي يولع وتقول في نفسك أنا عمري ما انتبهت لهذا الشخص، عمري ما توقعت أن هذا الشخص من بين كل الناس يلتفت إلي أو يكون معجب. احتمال تكون هاي ردة فعلك، احتمال كنت معجب فيه في وقت من الأوقات ولكن لم تتوقع أنه يبادلك الإعجاب، فراح يأتي أو يرسل شخص لي، يعني مثل ما نقول يختبر المياه معك أول شيء إذا أنت كنت تبادله. وأرى أنك راح تبادله لأن لدينا كرت العاشقين، راح يكون اجتماع في الوسط بينكم. ولكن هذا الشيء راح يأتيك في الوقت اللي فعلا أنت لم تتوقعه، يعني لا تكون في مرحلة انتظار، خليك جدا منغمس في نفسك وفي ما تفعله بالعادة. في عز انشغالك سيأتيك هذا الشيء، فلا تركز على هذا الشيء متى راح يأتيك، لأن كل ما تركز على المتى أنت قاعد تبعد الأمور أسرع. خليك جدا مرتاح مع نفسك ومنشغل، اشغل نفسك في هاي الفترة لأن ما راح يكون هذا الشيء على بالك. السر أن عندما لا يكون على بالك أو من أكبر همومك راح يحصل هذا الشيء، وأنت راح تتحقق أمنيتك بخصوص أتوقع العلاقة أو الارتباط. كان عندك أمنية من فترة بعيدة أن أنت تكون مرتبط في علاقة محبة أو زواج، ولكن دائما وصلت لمرحلة احتمال فقدت الأمل فأدرت ظهرك عن الزواج والارتباط والحب وانشغلت بأمور ثانية، أمور تخليك تتطور في المادة، في العمل، في الدراسة. أشغلت نفسك بأمور ثانية لأن شفت أنه كأنما الارتباط قاعد يهرب منك أو لن يحدث لك، مش قاعد يمشي معك. في عز انشغالك بعد ما تمشي في هاي المرحلة
رح تتحقق أمنيتك. الختام هو تحقيق الأمنية بالنسبة لك بغض النظر عن ما هي أمنيتك يا برج الميزان. واحتمال أيضا أنه راح يجتمع عندك شيء نجاح في شيء أنت ابتديته في هاي المرحلة، دراسة، وظيفة، مشروع، وأيضا نجاح في علاقة، في ارتباط. راح تجمع بين الشيئين وتكون في عنصرك الكفتين المتوازنتين. راح تحصل على كل شيء تستحقه يعني أو تريده. راح أسحب لك كرت واحد تبع النصيحة يا برج الميزان. الحبيب أو الشريك مثل ما أخبرتك راح يكون بالنسبة لك مثل الهدية الأخيرة أو المعجزة اللي تدخل حياتك في وقت لم تتوقع فيه. قريبة من هاي الصورة أصلا. هذه المرحلة راح تدخل فيها في الوقت اللي لم تتوقعه، فلا تكون جدا منغمس في فترة توقع أو ترقب أو انتظار. خليك مشغول في ذاتك، لأن هذا الشيء راح يكون مثل المعجزة، يأتيك ليكمل عليك فرحتك، يأتيك ليكمل عليك توازن أو سعادة بالنسبة لك. راح أسحب لك أيضا كرت واحد تبع ما يجب أن تعرفه، The World Lord، Communication، Praise، Dishonesty. ما يجب أن تعرفه يا برج الميزان. سيد العالم، أنت يا برج الميزان طاقتك هوائية، هذه هي طاقتك، ملكة السيوف، استخدمها. هاي الرسالة بالنسبة لي تعني وترجع لك إلى مرحلة أن تعرف المواقف اللي المفروض تساعد فيها، تعطي فيها، وتعرف أيضا المواقف اللي الأشخاص راح يحاولون يدخلون حياتك مجرد لاستغلال ما أنت حققته من أجل نفسك. احتمال عندما يأتي لك خاطب معين ويكون مهتم فيك فقط لأنك تملك مقومات الشكل وتملك الأسباب اللي تخولك أن تكون شريك بالنسبة له، شكل مثلا، بالإضافة إلى دراسة، بالإضافة إلى وظيفة. كن حذر في الفترة القادمة، ليس فقط من الأشخاص اللي يحاولون يدخلون حياتك ويعيشون على ما أنت أنجزت من أجل نفسك، وإنما حتى من الأشخاص اللي ينجذبون إليك فقط لأنك تملك هاي المقومات. أنت في فترة إنجاز، فأحذر من هاي الأشخاص. هاي تحذير بالنسبة لك، كن دائما على حذر في هاي الشهر. وأنت تعرف، أنت راح يكون عندك الجواب إذا سألت نفسك متى المفروض أعطي ومتى المفروض ما أعطي، من الشخص اللي فعلا يحبني من أجل نفسي، ومن الشخص الذي يأتي لي ويتقدم لي مثلا، أو يحاول حتى أن يكون صديقي في هاي الفترة من أجل ما أنجزته. شكرا عزيزي برج الميزان.